برنامج سفر هو بصراحة جاي في وقته لأني أنا حاليا أشتغل على موضوع مشاركات الشباب واليوث بارتيسيبيشن والنون فورمال ليرنينج. فأنا أحس أن موضوع سفر وصندوق السفر ودعم التجوال راح يعطي معرفة وراح يعطي للشباب خاصة الشباب العماني فرصة أنهم يتعلموا عن طريق السفر لأنها هي إحدى أهداف البرنامج. وموقع السلطنة بشكل عام هي موقع استراتيجي وفيها مختلف الأماكن اللي ممكن نحن كشباب نزورها ونتعلم منها، وعن طريقنا ممكن نرسل رسائل للدول الثانية أنها تزور السلطنة وتتعرف على المواقع السياحية فيها والمواقع التاريخية. بس الهدف منه ما زيارة فقط، بس التعلم والاحتكاك بالأهالي والمجتمع الموجود في هذه المناطق وإعطاء دور تاريخي لهذه المناطق إنها توصل للعالم الخارجي، ونفس الوقت إنه نستدعي ناس إنه يزوروا هذه المناطق من الدول الثانية من الشباب العربي المهتم بالتجوال. في عمان حالياً نحن مثلاً بعدنا في بداياته، راح نشتغل على تأسيس المجموعة وراح نتعاون مثلاً مع الكشافة والمرشدات، راح نتعاون مع الشباب النشيطين اللي من الفرق الشبابية مثلاً إن هم في عندنا مجموعات اللي هم يقودوا الدراجات النارية ويطلعوا برحلات استكشافية لغرض التنزه أو لغرض لأنهم هم كمجموعة، بس نحن راح نعلمهم إنه ممكن هم يطلعوا نفس هذه الرحلات بس بغرض التعلم، وتكون في زيارات لبعض المناطق بالتنسيق مسبق بالتعاون مع سفر.